اللي حسناته وسيئاته متساويه، فين نروح؟ الجنة ولا النار؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معاكم سلطان حبادي. أهلا وسهلا عزيزي المتابع. سلطان حبادي هو شخص مهتم بتاريخ الأديان والمعلومات الغريبة، يسرد قصص بوقت قصير وبغزارة من المعلومات. فإذا أنت تحب السرعة ويكون الفيديو إضافة لك، فأنت جيت في المكان المناسب. فبسم الله الرحمن الرحيم، نرجع لسؤال البداية، اللي حسناته وسيئاته متساويين، فين نروح؟ الجنة ولا النار؟ أتخيل معايا، عيش معايا الموقف. أنت الآن في يوم القيامة، تحديدا وقت الحساب. وقت الحساب مع مين؟ مع الله سبحانه وتعالى. فلان بن فلان، تلاقي الكافر يمشي من جنبك ويخلص حسابه. فلان بن فلان، تلاقي المنافق يمشي من جنبك ويخلص حسابه. فلان بن فلان، انت جاء دورك توقف قدام الله عز وجل. فتيجي قدام الله عز وجل، فيحط الله سبحانه وتعالى بينك وبين الناس كلهم ستار عشان يسترك، وتكون انت والله سبحانه وتعالى فقط. فيقول لك عبدي، تذكر ذنب كذا وكذا اللي عملتها في الليلة هذيك، وتذكر ذنب كذا وكذا، وتذكر وتذكر، وذكرك الله سبحانه وتعالى بصحيفتك. فوقتها انت تقول اي ربي اي ربي هلكت، فيقول لك الله سبحانه وتعالى عبدي سترتها لك في الدنيا واغفرها لك اليوم. وقتها تنزل صحيفتك وتستلم صحيفتك بيمينك. وقتها انت تصرخ، ها ام اقرأوا كتابي اني ظننت اني ملاق الحسابي. ويجي الرد، فهو في عيشة راضية في جنة عالية. فكل واحد يتحاسب زي كذا، والمؤمن والكافر والمنافق، وطبعا كل واحد ناسي كل الناس، ما حد فاكر إلا نفسه، بس نفسي نفسي ذاك اليوم. وفجأة تشوف الرسل متجمعين عند الله سبحانه وتعالى، والله يسألهم ماذا أجبتم؟ الرسل يجاوبوا قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. وبعدها تشوف أهل الفترة اللي هم ما عرفوا عن الإسلام، يرسل لهم الله وقتها سبحانه وتعالى رسول، إذا نجحوا يصيروا مع المؤمنين. قلت كل قصة أهل الفترة في هذا الفيديو، حتلاقوا الرابط في الديسكريبشن. بعدها يجي الميزان، وما أدراك ما الميزان، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. لكل شخص توضع حسناته وسيئاته، فتطل جنبك تشوف اللي جنبك سيئاته أكثر من حسناته، فتعرف إنه هذا حيخش النار. وتشوف واحد ثاني تلاقي حسناته متساوية مع سيئاته، فتعرف إنه هادول أهل الأعراف. وهنا نوقف وتبدأ حلقتنا. أهل الأعراف، أول حاجة لازم نعرف الأعراف. فتعريف الأعراف لغة هو الحاجز، ومعنى الأعراف في الآخرة هو سور عالم بين الجنة والنار يقف عنده أهل الأعراف. وقيل هو السور الذي يطرب بينهم، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. باطنه يعني اللي يكون عند المؤمنين، وظاهره اللي يكون عند الكفار. وقيل أيضا إنهم تسموا أهل الأعراف، ليش؟ لأنهم يعرفون الناس بسيماهم، مين هم أهل الجنة ومين هم أهل النار. فللعلماء أربع أقوال على مين هم دول أهل الأعراف، أو كيف وصلوا لمنزلة أهل الأعراف، وكيف وصلوا للسور هذا والحاجز العالم بين الجنة والنار. فأول قول يقول لك هم ناس فضلاء جعلهم الله سبحانه وتعالى فوق هذا السور عشان يشوفوا أهل النار ويشوفوا أهل الجنة، منزلة عظيمة. القول الثاني يقول لك هم ناس عندهم حسنات ولكن عندهم صغائر من الذنوب، والصغائر هذه بطلت دخولهم للجنة فصاروا أهل الأعراف. القول الثالث يقول لك هم ناس راحوا جاهدوا في سبيل الله ولكن بدون إذن أهاليهم، أمهم وأبوهم. والقول الرابع والأخير يقول لك هم ناس تساوت حسناتهم مع سيئاتهم، فلو زادت حسناتهم واحدة دخلوا الجنة، ولو زادت سيئاتهم واحدة دخلوا النار، ولكنهم تساوت سيئاتهم مع حسناتهم. فهم فين بالضبط؟ في الأعراف. الآن خلينا نتخيل كيف حيكون موقف أهل الأعراف في الآخرة. الكل اتحدد محله، أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، وأهل الأعراف منتظرين، لا هم عارفين لا هم من أهل الجنة ولا هم عارفين أنهم من أهل النار، هم فين بالضبط. فوقتها أهل الأعراف يطلوا على أهل الجنة ويسلموا عليهم ويقولوا سلام عليكم، ولسه هم ما دخلوا الجنة بس يطلوا في أهل الجنة ويسلموا عليهم. بس وقتها يرجو الله ويطمع أنهم يدخلوها، فجأة صرف نظرهم لأهل النار بس كذا نظرة بس، فيقول وقتها ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. فيوقف وقتها ينتظروا أمر الله سبحانه وتعالى ومتأملين رحمة أنهم يدخلوا الجنة ويصرفهم عن النار. ثم يقال لأهل الأعراف ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم
تحزنون. وبكذا بإذن الله أهل العراف يكونوا من ضمن أهل الجنة. جميع كلامي هتلاقوا مصادره تحت في الديسكريبشن. شكرا لك إنك كملت المقطع. سلام.